معرة نعمان 25/6/2012. أكثر من 50 قذيفة مدفعي قذائف هاون على معرة النعمان، وهي أرقامهم صنع يا إيران يا روسيا أكيد، مع تزامن مع تعليق الطيران منذ الصباح الباكر. لحد الآن شهيدين وعشرات الجرحى. وين المجتمع الدولي؟ نطالب، نحن أحرار معرة النعمان، نطالب بضربات جوية لبشار الأسد ونظامه، نطالب بضربات جوية، نطالب بحظر جوي. وين الحماية الدولية؟ وين العالم؟ وين الإسلام؟ وين العرب؟ الله أكبر عليك يا بشار، الله أكبر عليك يا بشار. رايح أقول لك مطلب شعب، راح تتسمى مجرم حرب وحاجة حي بالكسب وغير